تبنى البرلمان الفرنسي قبل عدة أيام قرار محكمة النقد فيما يتعلق بتعديل المواد القانونية الخاصة بالولاية القضائية العالمية بعد اعتماده في مجلس الشيوخ وإقراره بالأغلبية في الجمعية الوطنية. التعديل الجديد سيوسع من صلاحية القضاء الفرنسي في ملاحقة مجرمي الحرب بما فيهم مجرمو الحرب السوريون. لم يتأخر البرلمان الفرنسي عن الموافقة على التعديلات التي أقرتها محكمة النقد الفرنسية قبل نحو شهرين. التعديلات المتعلقة بالاختصاص العالمي للقضاء في جرائم الحرب. التعديلات الجديدة ألغت شرط التجريم المزدوج فيما يتعلق بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، كما خففت من شرط الإقامة المعتادة في فرنسا أو أن يكون الجرم موضع المحاكمة مجرماً أيضاً بموجب قانون البلد الأصلي للمتهم، ما قد يسهل محاكمة مجرمي الحرب السوريين. تأتي أهمية قرار البرلمان الفرنسي في توسعة صلاحيات الولاية القضائية العالمية استناداً إلى قرار محكمة النقد الصادر أخيراً في 13 أيار للعام 2023 الذي أكد على نقطتين أساسيتين. الأولى هي تخفيف شرط الإقامة، والثاني أن يكون شرط التجريم مجرماً لدى القانون السوري، وبالتالي خفف من القيود الموضوعة على موضوع استخدام الولاية القضائية العالمية في فرنسا. اليوم سيصبح لدى السوريين القابلية أكثر لتقديم شكاوى تخص جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، وأنصح هنا الضحايا بالتوجه إلى منظمات المجتمع المدني السورية والتوجه إلى وحدات جرائم الحرب لتقديم شهاداتهم فيما يخص الجرائم المرتكبة بحقهم في سوريا. التعديلات التي أقرها البرلمان مهمة جدا بالنسبة إلى 160 قضية تعمل عليها حاليا دائرة الجرائم ضد الإنسانية، تشمل 30 منطقة جغرافية أهمها سوريا وروسيا وأوكرانيا. ولكن بالمقابل ما يزال القضاء الفرنسي مكبلا بعدة قيود تصعب عليه تطبيق الولاية القضائية العالمية رغم الموافقة البرلمانية على هذه التعديلات. إلى فقدح تلفزيون سوريا، باريس. المعتصم الكيلاني المختص في القانون الدولي والجنائي معي من باريس. يعني بناء على التعديلات الجديدة، لو بدأنا بقضية مجدي نعمي، هل كان القضاء الفرنسي ينتظر هذه التعديلات حتى يحاكمه؟ تحياتي سيد حسام لك ولمستمعينك الكرام. أهلا طبعا بي. أول شغلة، الموضوع توسعة الولاية القضائية العالمية في فرنسا هذا إنجاز جدا مهم، تم الحشد له والعمل له من أكثر من 4 إلى 5 سنوات قبل حتى فكرة وجود مجدي نعمي على الأراضي الفرنسية. اليوم هذا القانون الجديد في توسعة صلاحية الولاية القضائية العالمية يوسع من عملية البحث ومحاكمة مرتكبي جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، ليس فقط في سوريا لكن أيضا هو يشمل القطاع السوري، الأشخاص مرتكبي جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية في سوريا. أعتقد اليوم تفكيك القيود التي كانت محاطة لدى القانون الجزائي الفرنسي الذي كان يمنع من استخدام الولاية القضائية بشكل جيد هو إنجاز العدالة، وأعتقد أنه سيكون هنالك قضايا جديدة تخص المرتكبي جرائم الحرب في سوريا نتيجة هذه التوسعة. معتصم، يعني ما الذي يعنيه ذلك يعني وانعكاسه على السوريين والمتهمون بقضايا طبعا جرائم حرب؟ نعم، اليوم في نقطة كثير مهمة، الدولة الفرنسية مثل باقي دول الاتحاد الأوروبي لديها استخدام الولاية القضائية العالمية لأنه اعتمدت في وضع القانون الجزائي الخاص فيها، أرقت وأعطت الأولوية للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وبالتالي أصبح عليها واجب ملاحقة مرتكبي جرائم الحرب ومكافحة جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية أينما وجدت في العالم، وهذا واجب أخلاقي. اليوم أكيد هذا
هي التوسعة رح تعطي أفق جدا مهمة للضحايا السوريين ليعرفوا أنه في جدية من دول الاتحاد الأوروبي لمكافحة الإفلات من العقاب ومكافحة أيضا عملية التطبيع السياسي التي يقوم بها البعض مع النظام السوري. وبالتالي كل تلك الخطوات ستؤدي إلى مكافحة الإفلات من العقاب وتحقيق يوما من الأيام سلام مستدام في سوريا وليس سلام جزئي. نعم، بالعودة إلى قضية مجدي نعمة، يعني ما هي التهم الموجهة إليه وهل هو بحكم المدان حاليا؟ طبعا اليوم بيتساءل البعض أنه مجدي نعمة صار له 3 سنوات، ليش هلا لحتى يتم تحويله إلى محكمة الجنايات؟ طبعا كل شيء مرتبط بجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية تنتمي تلك التحقيقات لوحدة خاصة هي وحدة جرائم الحرب الفرنسية ولديها قضاة مختصين في جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية. تم العمل على جمع الأدلة الخاصة بإدانة المشتبه في مجدي نعمة وتم عند انتهاء الملف وجمع الأدلة التي تدين المشتبه في مجدي نعمة في ارتكابها جرائم ضد التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وتجنيد الأطفال وجريمة الإخفاء القسري في سوريا منذ العام 2013 أو بين الأعوام 2013 و2016 تم إحالة ملفه إلى محكمة الجنايات الدولية. كمان البعض ممكن يتساءل أنه 3 سنوات فترة طويلة، طبعا في حال تم إدانة بالمحكمة هي الفترة سيتم إقطاعها من الحكم الصادر بها. نعم، بالنسبة للتعديلات القضائية التي وافق عليها البرلمان الفرنسي، يعني هل كانت هذه التعديلات العائق أمام ملاحقة متهمين بارتكاب جرائم حرب مقيمين على أراضيها؟ بكل تأكيد أستاذ حسام، في نقطة كثير مهمة، كان يشترط القانون الجزائي الفرنسي للملاحقة بما يخص جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية أن يكون الشخص حاصل على إقامة رسمية. يعني تصور أنت أنه مجرم مشتبه بارتكاب جرائم حرب موجود على الأراضي الفرنسية لكن لا يحمل إقامة فرنسية، لا تستطيع سابقا وحدة جرائم الحرب الفرنسية إلقاء القبض عليه والتحقيق معه، لأنه كان شرط في القانون الجزائي الفرنسي أن يكون الشخص لديه إقامة كاملة في فرنسا، وبالتالي اليوم تنحى هذا الشرط. والشرط الثاني الموضوع التجريم المزدوج، وأنا الذي أعتقده هذا كان يعني نقطة فارقة جدا ليس فقط في سوريا، سيشمل جميع الدول، وكما قال الزميل إلاف هنالك أكثر من 160 ملف كانت عائق لها دخول الشرطين. اليوم أنت وقت تقول أنه أنك تشيل شرط الجرم موضع المحاكمة مجرما بموجب القانون المحلي، هي نقطة كثير مهمة. حضرتك بتعرف والمستمعين بيعرفوا أنه في سوريا على سبيل المثال هنالك مراسيم وقوانين كانت تحمي مرتكبي تلك الانتهاكات من الملاحقة القضائية، وبالتالي كان سابقا لا تستطيع ملاحقتهم قضائيا. نعم، يعني بناء على ما ذكرت المعتصم، يعني تفاصيل هذا التعديل أريد أن تشرحها يعني بشكل مبسط للمتابعين والمشاهدين لو سمحت. الشرط الأساسي اللي هو موضوع أنه الجرم يكون مجرم لدى القانون المحلي للدولة. اليوم على سبيل المثال في فرنسا جريمة إكس هي جريمة بيعاقب عليها القانون الفرنسي، والشخص اللي ارتكب هاي الجريمة هو ينتمي لدولة أخرى، لكن الدولة الأخرى لا تحاكم على هذا الجرم. سابقا كان لا تستطيع فرنسا محاكمة هذا الشخص لأنه في بلده الأصلي ليس مجرم الفعل الذي ارتكبه، لكن اليوم بغض النظر إذا كان هذا الشخص إذا كان الدولة التي ينتمي إليها هذا الشخص تجرم هذا الفعل أو لا، طالما هو مجرم لدى القضاء الفرنسي تستطيع الدولة الفرنسية عبر الجهاز القضائي الفرنسي وعبر استخدام الولاية القضائية العالمية في فرنسا من ملاحقة هذا الشخص. الشرط الثاني اللي هو شرط الإقامة اللي كان بيشترط أنه الشخص ليس فقط أن يكون متواجدا على الأراضي الفرنسية لكن يجب أن يكون لديه إقامة كاملة في فرنسا، وهذا كان
يعني هذا شرط جدا معقد. كيف انت شخص مرتكب جرائم حرب ممكن انه يكون عنده اقامه بدوله مثل فرنسا، وبالتالي تنحيه الشرطين الاساسيين هذول اعتقد فيها تفكيك جدا كبير للتعقيدات وللقيود اللي كان فارضها سابقا المشرع الفرنسي، وبالتالي رح يكون اكيد في سهوله اكثر لمكافحه الافلات من العقاب في العالم لدى القضاء الفرنسي وفي سوريا خصوصا. نعم المعتصم، يعني لماذا تم التعديل في هذا الوقت؟ يعني هل هناك كان خطط ام وبالتاكيد هناك كان تاجيلات لهذه التعديلات، لماذا في هذا الوقت؟ طبعا موضوع لذلك انا ببدايه الحلقه اشرت لحضرتك في موضوع إجراء التعديلات، هو خطة انشغل عليها من أكثر من 5 سنوات مع مشرعين فرنسيين وبرلمانيين فرنسيين، وطبعا أخذ دراسات كتير وأخذ ورد في مجلس الشيوخ الفرنسي وفي الجمعية الوطنية إلى أن تم الحصول على موافقة، تم إقراره وتم الحصول على موافقة الأحزاب حتى في مجلس الشيوخ والجمعية الوطنية الفرنسية. يعني هل هناك دعاوى معلقة حاليا وكانت تنتظر هذا التعديل حتى يبت بأمرها؟ أكيد نحن اليوم في عنا 160 ملف موجود لدى وحدة جرائم الحرب الفرنسية بينتموا للعديد من الدول، كانت مقيدة لا تستطيع وحدة جرائم الحرب الاستمرار في تحقيقاتها لأنه المشرع كان يمنعها، لكن اليوم أكيد بفضل هذا القانون الجديد الذي يوسع صلاحيات الولاية القضائية العالمية في فرنسا سيسمح لوحدات التحقيق ووحدة جرائم الحرب الفرنسية عبر قضاتها باستمرار التحقيقات وأيضا الإحالة إلى محكمة الجنايات في حال تم جمع الأدلة عن المشتبه. يعني هذا الأمر سيشجع السوريين على رفع الدعاوى ضد مجرمي الحرب الموجودين في فرنسا، يعني هناك العديد منهم، يعني بحلقات سابقة استضفنا في لم الشمل بناء على عدم أو تعقيدات القانون أو عدم صلاحية كما ذكرت بالتفاصيل يجب أن يحصل أن يكون حاصل على إقامة وما إلى ذلك. الآن هناك العديد من الدعاوى لم ترفع، الآن يعني السوريون سيرفعون العديد من الدعاوى ضد مجرمي الحرب المقيمين في فرنسا، هل هناك أي معلومات لديك؟ هل هناك أي تفاصيل حول هذا الأمر يعني في فرنسا معتصم؟ أدعو الجميع الذي ارتكب بحقهم انتهاكات في سوريا التوجه إلى منظمات في سوريا وفي كل العالم، التوجه إلى منظمات المجتمع المدني والحقوقية، وأيضا التوجه يستطيعون بشكل مباشر التقدم إلى وحدة جرائم الحرب الفرنسية وتقديم شهاداتهم وتقديم ادعاءاتهم المباشرة ضد مرتكبي جرائم الحرب، وآنذاك سيكون هنالك ستبدأ الإجراءات بما يخصهم استنادا أيضا إلى القانون الجديد من قبل السلطات الجنائية بما يخص الجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية. أكيد اليوم باب كتير مهم. كمان أنا اسمح لي من هذا المنبر لشجع أيضا وأشكر المنشقين السوريين اللي لولاهم لم استطاع القضاء في دول الاتحاد الأوروبي من تفكيك الأجهزة الأمنية وتفكيك هي السلسلة المعقدة والسرية اللي كان بيحتاط فيها النظام السوري. عشرات بل مئات المنشقين أتوا إلى أوروبا وقدموا شهاداتهم بشكل مباشر لدى القضاء في أوروبا، واستطاع القضاء في أوروبا من خلالهم تحديد المسؤولية الجنائية الفردية على الأشخاص مرتكبي جرائم الحرب والمتواطئين في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في سوريا. يعني التعديلات الجديدة هل دخلت حيز التنفيذ فورا؟ لا، هلأ نحن اليوم في عنا لجنة منبثقة عن هي مشتركة بتكون من مجلس الشيوخ والجمعية الوطنية تدرس وتضع اللائحة الداخلية لهذا القانون ولإدخاله حيز التنفيذ وإرسال اللائحة الداخلية للتنفيذ للجهات المختصة. أعتقد
أن سيكون ذلك في خريف هذا العام. نعم، المعتصم الكيلاني المختص في القانون الدولي والجنائي، شكرا لك على هذه المعلومات، كنت معنا من باريس.